رعى الفريق أول الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني ختام فعاليات التمرين المشترك البدر 7 بين الحرس الوطني والجيش الباكستاني، وذلك تزامنا مع احتفالات الحرس الوطني بذكرى تأسيسه 26، وبحضور الفريق الركن ضياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان لقوة دفاع البحرين، والفريق الركن محمد جراغ حيدر المفتش العام للتدريب والتقييم بالقيادة العامة للجيش الباكستاني الشقيق. ولدى وصول راعي الحفل الفريق أول الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني لمقر الاحتفال، يرافقه معالي الفريق الركن الشيخ عبد العزيز بن سعود الخليفة مدير أركان الحرس الوطني. كان في استقبال سموه كبار ضباط الحرس الوطني وضباط الجيش الباكستاني وكبار الضباط من الأجهزة الأمنية، حيث جرى عزف السلام الملكي لمملكة البحرين وتلاوة آيات من القرآن الكريم. كما ألقى المقدم الركن سمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى الخليفة قائد وحدة العمليات الخاصة كلمة رفع فيها أسماء آيات التهاني والتبريكات بمناسبة احتفالات الحرس الوطني بذكرى تأسيسه 26، وبمسيرة هذا الصرح الوطني الذي يستنير برؤية حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه، والذي أصبح بقيادة الفريق أول الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني قوة حامية للدفاع عن سيادة الوطن كعمق عسكري لقوة دفاع البحرين ودرع أمني لقوات الأمن العام. كما ألقى قائد كتيبة القوة الخاصة الباكستانية المشاركة إيجازا عن التمرين الذي يشهد تنفيذ النسخة 7 منه لتبادل الخبرات بين الجانبين في مكافحة الإرهاب من خلال تطبيق عدد من الفرضيات الأمنية. بعدها شهد راعي الحفل ختام فعاليات التمرين المشترك البدر 7. تقدم مدرعات قاعدة الإسناد لتأمين دخول فريق الاقتحام الأول. الاقتحام الأول بالنزول من الآلية والتقرب إلى الهدف بأسلوب النار والحركة التكتيكية. موضحة بالعلم الأبيض ويستعد للاقتحام. تم استلام الرسالة، عليكم تشديد المراقبة، وسيتم إرسال فريق التعامل مع المتفجرات للتعامل مع الجسم الغريب وأبطاله. الآن تقوم فرق الاقتحام باقتحام المباني بعدة طرق: الاقتحام الرأسي باستخدام الحبل السريع من طائرة البلاك هوك،
الاقتحام باستخدام آلية السلالم، الاقتحام الأرضي من الأبواب والنوافذ. المنصه بعلم اصفر واحمر، وسيتم التعامل معهم بفريق رد الفعل السريع بواسطه الدراجات الرباعيه باستخدام الرشاشات وصاروخ مضاد الدروع الار بي جي 7. تم الآن السيطرة على مباني السفارة من قبل قواتنا، وسيتم عملية الفرز على الإرهابيين والرهائن. وتضمن الحفل عرضا لنزول المظليين من فريق الحرس الوطني للقفز الحر بالمظلات وبمشاركة فريق القفز الحر من الجيش الباكستاني. الحر على المنصة. تشاهدون من الأعلى وصول علم مملكة البحرين وعلم جمهورية باكستان الشقيقة. عقب ذلك منح الفريق أول الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني وسام تقدير الخدمة العسكرية من الدرجتين الأولى والثانية لضباط وضباط صف الحرس الوطني، وذلك بموجب الأمر الملكي السامي رقم 46 لسنة 2022. كما سلم سموه كأس مسابقة سمو رئيس الحرس الوطني للرماية للمقدم الركن سمو الشيخ سلمان بن محمد الخليفة قائد وحدة العمليات الخاصة، ورفع سموه أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى جلالة الملك المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة وإلى سمو ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء وإلى منتسبي الحرس الوطني بمناسبة احتفالات الحرس الوطني بذكرى تأسيسه 26. وأكد سمو رئيس الحرس الوطني أن الرعاية الملكية السامية للحرس الوطني مكنته من تحقيق الجاهزية والكفاءة في تلبية نداء الواجب الوطني والتكامل مع منظومة الدفاع والأمن الوطني لترسيخ الأمن والاستقرار في مملكة البحرين. كما عبر سموه عن اعتزازه بمستويات التطوير والتحديث التي يشهدها الحرس الوطني وفق خطط استراتيجية ثابتة شملت كافة قطاعاته. وأضاف سموه أن سلسلة تمارين البدر لمكافحة الإرهاب عكست مستويات متقدمة من التعاون العسكري وتبادل الخبرات مع الجيش الباكستاني وفق بروتوكولات التعاون الموقعة بين الجانبين لرفع مستويات الجاهزية وتبادل الخبرات. مشيدا سموه بنجاح التمرين المشترك البدر 7 وهنئا القوات المشاركة على ما قدموه من دقة وكفاءة عالية في تنفيذ معاضل التمرين.